يلا يا شباب، أوه وقف على كل باب، نقول للكل بيه من هو حازم صلاح، ونعرف كل ست ليه هو اترشح هيحكم بالإسلام، ونعيش وياه في أمان وبحب وبحنان، هنكرم الإنسان. طب أوه مات يلا يا شباب، أوه وقف على كل باب، هيطور في التعليم وهيخليه سليم، والمنهج القديم هيبقى في الصميم. اوه مات يلا يا شباب، اوه وقف على كل باب، هنظبط الداخلية خليها للأمان، مش عايشة بلطجية زي أيام زمان، والصحة والعلاج هيتوفر كمان، وننضف الشوارع ونجمل أي مكان. مات يلا يا شباب، أوه نقف على كل باب، والاقتصاد بتاعنا هنخلي حال العال، ولا حاجة لأمريكا ولا حاجة للسؤال، هنشغل كل شبابنا ونزود الأموال، والاستثمار يزيد ونحتاج لنا عمال. أوه مات يلا يا شباب، أوه وقف على كل باب، أخويا المسيحي لحق كبير عليا، هنطور في البلد وإيده في إيديا. مات يلا يا شباب، نطلع ونحط صوتنا، فاكرين أيام زمان وبإيه فادنا سكوتنا، هنقول هندي صوتنا لحازم ابو اسماعيل، وهنخرج من بيوتنا وسكوتنا مستحيل. اوه هنتخبك يا حازم، اوه وجودك ده لازم. اوه هتخبك يا حزين، أوه وجودك ده لازم. ثانكس محمود عبد السلام.